مشاهدين الكرام، هذه نشرة الأخبار من قناة حضرموت الفضائية، والبداية بالعناوين. الرئيس العليمي يقول خلال استقباله سفير فرنسا أن مؤشرات انفراج مرتقبة على الصعيد البنى التحتية والخدمية خلال الأيام القليلة المقبلة. مجلس القيادة الرئاسي يطلع على تقارير بشأن مسار الهدنة الأممية والوضع الأمني في محافظة شبوة. بعد إيقاف قائدين عسكريين بشبوة، المحافظ العولقي يقول إن تغيرات قادمة على الكل وأنه لن يسمح بجر المحافظة إلى مربع الفوضى. الأمم المتحدة تحذر من فيضانات ستضرب عدة مناطق في اليمن. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن مؤشرات انفراج مرتقبة على الصعيد البنى التحتية والخدمية، مع البدء بتنفيذ حزمة من المشروعات الحيوية خلال الأيام القليلة المقبلة. جاء ذلك خلال استقبال العليمي سفير جمهورية فرنسا جان ماري صفا بقصر معاشيق بعدن للبحث في مستجدات الوضع اليمني وجهود السلام في البلاد. وخلال اللقاء استعرض الرئيس العليمي مستجدات الأوضاع اليمنية وجهود الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها المجلس في مختلف القطاعات، مؤكدا دعم المجلس لجهود المجتمع الدولي من أجل إحلال السلام والاستقرار في اليمن والتزامه بحل شامل ومستدام. بدوره أعرب السفير الفرنسي عن تقدير بلاده للتعاطي الإيجابي من جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة من كل الجهود أو مع كل الجهود والمبادرات الرامية لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار، مؤكدا التزام حكومته بدعم مجلس القيادة الرئاسي. واصل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رئيسه رشاد العليمي مناقشة تطورات الأوضاع المحلية ومسار الهدنة الإنسانية، بما في ذلك الخروقات الواسعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مختلف الجبهات. واستمع المجلس إلى تقارير حول مسار الهدنة الإنسانية وخروقات الميليشيات الحوثية وضحاياها من المدنيين والقوات المسلحة وآثارها وتداعياتها الإنسانية في مختلف الجبهات. واستعرض المجلس الأوضاع الأمنية والإدارية في بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص في محافظة شبوة، حيث اتفق المجلس على توجيه قيادة السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات الضامنة لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة. وناقش مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الإصلاحات الجارية في الأجهزة الأمنية ومتطلبات تأهيلها وتعزيز قدراتها بالتعاون مع الأجهزة المماثلة في الدول الشقيقة. قال محافظ شبوة عوض العولقي خلال ترأسه الدورة الاعتيادية للمكتب التنفيذي بالمحافظة إنه منذ توليه زمام المحافظة لم يأتي بأحد من خارجها، وأنه يريد أن تكون شبوة هي الرأس، مشيرا إلى أنه سيستخدم الصلاحيات كافة لفرض الأمن والاستقرار مهما كانت المعوقات والتحديات. شدينا الأمن، حدث التغييرات في أركان وعمليات الخاصة لم ينفذها لا وزير الداخلية والسلطات العليا. أنا ليس عاجز أن نعمل لهم مثل المحافظين الأخرى، ألقي قرارات وقرحها ما نكلف في أي واحد، لكن أنا أريد حافظ على الدولة وهيبتها وتسلسلها، أريد حافظ أنها تمشي وحافظ على وجيههم. مشت هذه، عملت عدة رسائل، إذا لم تتجه الأمور في التصحيح الصح، أنا أريد أبناء شبوة شبوة، ليش تبع حزب الفلاني ولا توجه السياسي الثاني، حزبهم شبوة، محافظتهم شبوة، أمنها واستقرارها، هذا هو هدف الجميع. والله يلعنه اللي ما يمشي على هذا الاتجاه. ايوه هذا الذي نمشي عليه، لكن للاسف شوف انه يا انا يا الطوفان، هذا لن نسمح به. يا انا يا الطوفان لن نسمح به. شبوه في ذمتي قبل اي واحد. وامنها واستقرارها مهما كلف. لكن الحمد لله اريد الناس انها تفهم ايش اللي يدور. عملوا التغييرات لم تنفذ. بل أنا من خارج شبوة، ليس من شبوة، لكن حصلوا من يسيروا في شبوة. حذرت الأمم المتحدة من فيضانات جديدة ستضرب مناطق عدة في اليمن، منها حضرموت والشبوة ولحج وإب وصنعاء والحديدة خلال الأيام المقبلة، وستؤدي إلى تكاثر الجراد الصحراوي. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو إن الأمطار الغزيرة المتوقعة في معظم أنحاء اليمن حتى نهاية الشهر الجاري ستؤدي إلى تحسين الغطاء النباتي، ومن المحتمل أن تشجع التكاثر الداخلي للجراد الصحراوي.
وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن تتعرض الأجزاء الجافة في محافظة حضرموت لأمطار غزيرة وحدوث فيضانات واسعة النطاق خلال فترة التوقعات. ناقش وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري مع الأمين العام للمجلس المحلي بحضرموت صالح العمقي عددا من المشاريع التي تسعى الوزارة لتنفيذها في حضرموت، من بينها مستشفى معالجة المدمنين من المخدرات. وفي اللقاء الذي حضره وكيل حضرموت للشؤون الفنية أمين بارزيغ ومدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت أحمد بادروس ومدير صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظات الشرقية أحمد اليهري، اطلع الوزير الزعوري على نشاط قطاع مكتب الوزارة والقضايا المتعلقة بالمكتب والقطاع بشكل عام في حضرموت. بدوره أشار وكيل حضرموت للشؤون الفنية إلى أهمية دور قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، حاثا على تدليل الصعوبات والعراقيل والقضايا الشائكة التي تواجه مكتب الوزارة بساحل حضرموت وتنفيذ المشاريع المستدامة التي من شأنها أن تخدم أبناء المحافظة عامة. أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري بالمشاريع والبرامج التي تنفذها مؤسسة العون للتنمية، مؤكدا بأنها تعد أحد أهم شركاء التنمية التي تحدثها منظمات المجتمع المدني. جاء ذلك خلال زيارة الوزير الزعوري لمؤسسة العون، حيث كان في استقباله المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الله بن عثمان الذي قدم شرحا حول مجمل الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في مختلف المجالات التعليمية والتنموية والاجتماعية والصحية وغيرها من المشاريع الأخرى التي تخدم المجتمع، شاكرا الوزارة لدورها الفاعل في تسهيل العمل في المشاريع والإشراف على الخطط البرامجية بشكل عام. بدوره جدد الوزير الزعوري تأكيده بأن الوزارة ستتجاوز كل الصعوبات بمشاركة الجميع من أجل النهوض بالمجتمع وتوفير ما يمكن توفيره من خدمات أساسية تلامس حياة المواطنين. شدد وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير التربية الساحل حضرموت على ضرورة الاستفادة القصوى مما تبقى من أيام قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد واستكمال خطط التاهية والإعداد. واستعرض عبدون في لقاء موسع عقد بديوان مكتب الوزارة بالمحافظة جملة من الإنجازات والمكاسب التي حظى بها القطاع التربوي والتعليمي بحضرموت، وأسهمت كثيرا في اتساع رقعة التعليم والتوسع في الشعب الدراسية وفتح رياض الأطفال ومدارس تعليم القرآن الكريم والمجمعات المسائية. وأكد عبدون أهمية التقيد بكل ما حمله التقويم الدراسي المدرسي الوزاري من محددات زمنية ومرحلية، مشيدا بالجهود التي بذلتها قيادات وكوادر ومنتسبو الحقل التربوي والتعليمي بالمحافظة لإنجاح العام الدراسي الماضي، منبها إلى أهمية تلافي السلبيات وتجاوز الصعوبات بما يضمن بدء عام دراسي متميز. بحثت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية ممثلة برئيس مجلسي المؤسسين والأمناء المهندس عبد الله أحمد بوغشان مع ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة يونسكو ومدير مكتبها في الدوحة صلاح خالد سبل التعاون وفرص الشراكة في مجال دعم الشباب في اليمن من خلال برامج تنمية القدرات وصقل المهارات. وخلال اللقاء الذي حضره عضو مجلس أمناء المؤسسة المهندس أحمد باشويه، قدم المهندس بوغشان موجزا عن مؤسسة حضرموت تنمية بشرية منذ نشأتها ودورها في التنمية المجتمعية من خلال المجالات التعليمية المختلفة في التعليم العام والابتعاث والتعليم الفني والتقني، موضحا بأن المؤسسة تحرص على بناء الشراكات الاستراتيجية وتقوية أواصرها مع الشركاء الدوليين لما من شأنه تعزيز برامجها الرائدة والنوعية في سعيها للاستثمار في الإنسان. بدوره أشاد ممثل اليونسكو بالدور الذي تلعبه مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في دعم أنشطة التعليم التي تنعكس إيجابا على نهضة المجتمعات المحلية ورقيها عبر برامجها التعليمية والثقافية التي تمكن الشباب وتقوي مهاراتهم وتمكنهم من المساهمة في التنمية المستدامة في مجتمعاتهم. ناقش وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء الركن عبد الماجد العامري بسيئون مع المدير العام للشرطة بحضرموت الوادي والصحراء العميد الركن عبد الله حبيشة مستوى الانضباط والجاهزية للأجهزة الأمنية في الوادي والصحراء وسبل تعزيز أدائها لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والإرهاب والظواهر الدخيلة على المجتمع. وأشاد الوكيل باليقظة الأمنية العالية التي يجسدها رجال الأمن في الفترات الأخيرة والتي عكست مستوى الجاهزية والانضباط وساهمت في ضبط الكثير من الجرائم
وحفظ أمن المواطن وسلامته. يحتضن متحف المكلا التاريخي فعاليات أسبوع مهرجان البلدة السياحي الثاني الذي يتضمن ثلاثة أجنحة خاصة بالموسم، وتشمل فعاليات المهرجانات جناح صناعة السفن التقليدية الحضرمية، وجناح معرض الفن التشكيلي رمال الذهبية، وجناح للكتاب الحضرمي، وإضافة إلى إمكانية زيادة قاعات متحف المكلا الأساسية. وكانت الهيئة العامة للأثار والمتاحف بساحل حضرموت دشنت الفعاليات المتنوعة التي تستمر لمدة أسبوع، ويسمح لجميع الزوار بالدخول مجانا بدون رسوم. طبعا هذا المتحف يأتي اليوم تدشين لأسبوع البلدة في هذه المدينة الرائعة، مدينة المكلا. وطبعا نحن نسعى جاهدين هكذا إلى جانب طبعا مكاتب وهيئات مكاتب الثقافة ساحل حضرموت بأن نحدث حراكة ثقافية في هذه المدينة الرائعة. دشر وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء هشام السعيدي مشروع البوابة الإلكترونية لقطاع العمل ومنظمات المجتمع المدني بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي والصحراء حضرموت. وأكد السعيدي أهمية المشروع في تمكين طالبي العمل والجمعيات والاتحادات من التقديم والمتابعة والتواصل وتحديث البيانات ومعرفة الأخبار والرفع بالأعمال وإرسال معلوماتهم الخاصة بالشؤون الاجتماعية والعمل. زف أكثر من 44 عريسا وعروسة في الزواج الجماعي التاسع بمنطقة مشطى بمديرية تريم ضمن مهرجان المودة بحفل زفاف جماهيري كبير. وجاء الزواج الجماعي تيسيرا وتحقيقا لتكاليف الزواج الباهظة الفردية التي أصبحت تشكل هاجسا لدى الكثير من الشباب. وبلغ عدد العرسان الزواج الجماعي بمنطقة مشطى على مدى 9 سنوات نحو 350 عريسا وعروسة يقوم بخدمتهم أكثر من 1500 متطوع من مختلف اللجان العاملة. وشهدت مراسيم الزواج الجماعي عقد قران العرسان وفعاليات مصاحبة برقصة الزربادي وزفة العرسان وسمر مسائي فني وغنائي. الحمد لله على هذه الظاهرة الطيبة التي ينبغي أن تنمو وتكثر في مجتمعات حضرموتنا ويمننا المبارك، وذلك أنها تؤدي خدمة كبيرة في جانب الإنسانية وفي جانب المجتمع وفي جانب العفاف وجانب الطهر والنقاء والسلوك الحسن الذي تتكون به الأسر وتحفظ وتصان، ويترتب على ذلك خيرات كثيرة ظاهرة وباطنة لشبابنا ولناشئتنا. فبارك الله في كل من ساهم وكل من قام بهذه الجهود، وجعل الله لهم كمال البركة وكمال التوفيق منه سبحانه وتعالى لقيامهم بمتابعة مهماتهم على الوجه اللائق، وجعل الله لهم العيش الرايق والصلاح في الدنيا والآخرة، وبالله التوفيق وهو المستعان. ونسأل الله كمال الصلاح للبلاد والعباد ظاهر وباطنا، والحمد لله رب العالمين. في البداية نرحب بكم إخواني وزملائي ممثلي القنوات المحلية وكذلك القنوات الخارجية وكذلك المحليات، ونشعر ونسعد بكم في منطقتنا الحبيبة عرض مشطى الحبيب مديرية تريم محافظة حضرموت. نتشرف اليوم كرئيس لجنة كلفت من أهالي المنطقة، ومنذ سنوات ونحن نعمل في هذا العمل الاجتماعي. صراحة جربنا العمل الجانب الرياضي الجانب الثقافي، لكن ما مثل الزواج الجماعي الذي تفاخرت به تريم اليوم. تريم في عرائس جماعية، نقول لنا الختام كمهرجان المودة التاسع الذي بدأنا فيه أول لجنة في كلينة ريادية في عام 2004 كأول زواج جماعي، ومنها دشنت في كل المناطق. صحيح هناك مناطق لها باع طويل في التنظيم والخبرات ومش تتضاهيهم، فاليوم حضور كوكبة من القيادات الشخصية والرموز الدينية وعلى رأسهم السيد عمر بن حفيظ وبعض الشخصيات والسلطة المحلية، وكذلك حضور الوجهة والعيان ورؤساء الزوايات الجماعية. مشاهدينا الكرام، نختم معكم بأخبار الطقس والحالة الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى.
ختام النشرة إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. الرئيس العليمي يقول خلال استقباله سفير فرنسا إن مؤشرات انفراج مرتقبة على صعيد البنى التحتية والخدمية خلال الأيام القليلة المقبلة. مجلس القيادة الرئاسي يطلع على تقارير بشأن مسار الهدنة الأممية والوضع الأمني في محافظة شبوة. بعد إيقاف قائدين عسكريين بشبوة، المحافظ العولقي يقول إن التغيرات قادمة على الكل وإنه لن يسمح بجر المحافظة إلى مربع الفوضى. الأمم المتحدة تحذر من فيضانات ستضرب عدة مناطق في اليمن. في ختام هذه النشرة التفصيلية تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، ولمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي @حضرموت تي في. دمتم في أمان الله.